هاي يا بنات، طبعا كلنا نفسنا شعرنا تبقى ريحته جميله دايما وخالي تماما من القشره. نفسنا دايما تبقى ريحه شعرنا كده يوميا حلوه، خصوصا المحجبات، لان احنا معظم الوقت مغطيين شعرنا، وده بيخليه عرضه لظهور روائح مش كويسه وعرضه كمان لظهور القشره. النهارده بقى هنعمل سوا تركيبه بسيطه وسهله واي بنت في الدنيا تقدر تعملها، من زيوت طبيعيه جميله مفيش فيها اي خطوره على الشعر. هنقدر نعملها سوا بكل سهوله، هتخلي ريحه شعرك دايما تحفه، هتخلي شعرك دايما مفيهوش قشره ونضيف كده وجميل، وانت نفسك راضيه عن نفسك طول الوقت. هنستخدم في التركيبه دي زيت النعناع وزيت الورد وزيت اللوز الحلو، وهنستخدم معاهم اي زيت عطري انت بتحبيه، يعني الزيت الخام بتاع البرفيوم ده خطوه اوبشنال. زيت العطري ده مش عاوزه تمام، زيت الورد لوحده كفايه، هيخلي ريحه شعرك تحفه. بس قبل اي حاجه عاوزه ادي شويه تيبس كده صغيره للبنات. اولا لما تيجي تغسلي شعرك نقي نوع شامبو وبلسم يكون حلو، بلاش يا بنات الشامبوهات التجاريه اللي احنا عارفينها دي، لانها اصلا بتنشف الشعر وتبوظه. ثانيا لما تيجي تغسلي شعرك لازم شعرك ينشف كويس، سواء باستشوار للبنات اللي تمام بتستحمل استشوار على شعرها بس طبعا على البارد، او ان انت تنشفيه بالفوطه وتسيبيه لوحده كده في الهواء ينشف شويه، ودي احلى طريقه تنشفيه لوحده، لان وجود الرطوبه في الشعر هي دي السبب في ظهور الفطريات اصلا، والفطريات هي السبب في ظهور الريحة المش كويسة وظهور القشرة كمان، القشرة الفطرية، ودي علاجها بيبقى رخم جدا. فأحسن حاجة ان احنا ننشف شعرنا كويس جدا وبعدين تبقي تسرحيه زي ما انتي عاوزة. هنبدأ بقى يا بنات التركيبة. اول حاجة عندي زي ما قلت المية المقطرة دي، طبعا مية مقطرة انا جايباها، بس انت تقدري تجيبي المية بتاعة الدواء اللي بنحل بيها الادوية المضادة الحيوي من الصيدلية، كيس كده هتجيبيه وتفضيه عندك في الكوباية وتستخدميه. والبخاخة بتاعتي اللي استخدم فيها التركيبة، وزيت اللوز زي ما اتفقنا، وزيت الورد وزيت النعناع. اول حاجة هنعملها هنجيب البخاخة بتاعتنا ونفضي فيها المية بتاعتنا. انت هتستخدمي كيس، يعني كل اللي هتجيبيه هو كيس واحد بس من اكياس المضاد الحيوي، هو كيس واحد، وانا هقولك الكميات اللي هتكلم عليها دي هي دي اللي هتساوي الكيس بتاعك. تمام، هنستخدم اول حاجة زيت النعناع. زيت النعناع انا هاخد منه بالظبط كده قطارة واحدة، يعني 1 ملي، ده بالنسبة لي انا 1 ملي او 3/4 ملي كمان. بالنسبة لك انت لو هتستخدمي بالمعالق، معلقة الشاي استخدمي 8 معلقة، يعني حاجة كده على طرف المعلقة، لان زيت النعناع يا بنات زيت حامي جدا وبيحرق، فمش عاوزين نستخدم منه كتير. نستخدم منه زي ما قلت انا بالنسبة لي قطارة واحدة، بالنسبة لك بالمعلقة هيبقى يعني 8 معلقة كده. بالنسبة لزيت الورد هستخدم منه برضو قطارة كاملة، وبالنسبة لك انتي 0.5 معلقة. زيت الورد جميل مفيش فيه اي مشكلة، انا هملى منه القطارة بتاعتي كاملة. انا زيت النعناع مليت منه 3/4 قطارة، مش القطارة كاملة، زيت الورد قطارة كاملة مفيش فيها مشكلة، لان زيت الورد زي ما قلت هو ده اللي هيديني الريحة. زيت اللوز الحلو بقى الحامل بتاع الزيوت دي كلها، اللي هشيل عليه الزيوت دي كلها، هستخدم منه قطارة برضو واحدة، مش عاوز ازود اكتر من كده عشان ما يبقاش عندي زيوت كتير تعمل لي دهون في فروه راسي. بالنسبه بقى للكحول، للبنات اللي هتقول هنستخدم كحول وهيعمل لي التهابات في فروه راسي، الكحول بالنسبه لي انا هاخد منه حاجه بسيطه، يعني انا بالنسبه لي كده 0.25 قطارة بالظبط، حاجه كده بسيطه من الكحول. بالنسبه لك انت زي ما عملتي في زيت النعناع 8 معلقة كده، حاجه بسيطه خالص يعني من الكحول. الكحول ده دوره يساعد على انتشار الزيوت دي كلها ويساعد على امتصاصها في فروة الراس. طبعا انا كده خلصت التركيبة بتاعتي. الخطوة الاوبشنال اللي انا قلت عليها بتاعة الزيت العطري هتاخدي منه 2 نقطة بالظبط لو انت عاوزة. انا كنت استخدمت زيت اسمه بينك شوجر، بس انا ما جبتوش في التركيبة دي،
اسمه بنت شوجر، ده ريحته كده شوجري مسكره اللي بيحبوا الحاجات المسكره يعني. ولو مش عاوزه زي ما قلت زيت الورد كفايه. التركيبه بقى قبل ما نستخدمها هنرجها كويس جدا، قبل كل استخدام نغسل شعرنا حلو، وبعدين تنشفيه زي ما قلت بالطريقه اللي قلت عليها، وبعدين تمسكي فروه راسك ترشي على فروه الراس من البخاخه دي، وبعدين تدلكي فروه راسك كويس جدا كل مره. ولو عاوزه في الوسط وشعرك في نص الاسبوع وشعرك ناشف مفيش فيها مشكله، التركيبه دي هتعطر الشعر وترطبه وتخلي ريحته دايما حلوه وخالي دايما من القشره. اكتبوا لي يا بنات الكومنتات بعد ما تجربوا التركيبه دي والفيدباك بتاعكم، واي اسئله سيبوها لي برده في الكومنتات وانا هرد عليها.